متابعي قناة شو تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل المتتبعين والمتتبعات داخل خارج أرض الوطن في هذا البث المباشر اللي كنقل لكم من إسبانيا. طبعا الحال كما كتعرفوا أنه لديهم كل دولة وكل بلاد وكل قارة لديها خصائص ولديها تقاليد ولديها معتقدات، سواء هذه المعتقدات كانت تتفق معنا أو العكس. فمتتبعي قناة شوف تي في، هناك بعض الأعياد عند بعض المناطق قد تكون غريبة ويمكن تكون شوية صعيب انه يصدقها شي واحد، لكن للاسف الشديد كاين هاد المسائل هادو ديال الهالوين او عيد الموتى او اعياد الموتى الى غير ذلك. فهنا يحتفلون بهاد اعياد الموتى ديالهم بواحد الشكل اللي هو اقل ما يمكن عنه انه تخوف، ورسوم في الاوجه، رسوم في بعض المناطق الى غير ذلك. فللأسف الشديد كذلك هذا العيد هذا أو عيد الموتى اللي تيقول لك هما أنه عيد ديالهم إلى غير ذلك، فهذا العيد هذا متتبعي قناة شوف تي في ما كتبش هذا العام أنهم يحتفلوا به نظرا للوضعية الوبائية اللي كتشهدها البلاد أو دولة إسبانيا. فأجواء واللي وقع هنا بشوارع إسبانيا هو بطبيعة الحال غير عادي، وكما كتشوفوا إغلاق هذا الفضاء ديال السكي. إلا كنت عقلته متتبعي قناة شوف تي في أننا كنا جينا وصورنا هذا المكان هذا واللي كانت يلعبوا فيه الناس بشكل عادي، الان شوفوا هانتوما كي ولا هاد المنطقه، فداير الكرياج عليها ممنوع انه شي واحد يطلع عليها، ومانعين اي واحد يدخل لهاد المنطقه هذه. يعني الاماكن اللي يتحكوا فيها الشباب تم الاغلاق ديالها، تم الإغلاق ديالها بسبب أن فيروس كورونا زاد في هذه المنطقة هذه. إذن أعياد الهالوين أو الهالوين أو الهالوين ما غاديش تدار في هذه المنطقة هذه. وكنا كنشوفوا أنه الشوارع ديال المنطقة كانت دائما كتعمر، كل واحد رسم وجهه إلى غير ذلك. لكن هذه السنة يعني بزاف الناس اللي ما غاديش يخرجوا، بزاف الناس اللي ما غاديش يحتفلوا بهذه الأعياد ديال الموتى اللي تحتفلوا بها هاد الناس هنايا في إسبانيا أو في مختلف دول العالم، الناس اللي كتآمن بهذه المعتقدات وإلى غير ذلك. فهكذا تبدو الأجواء بهذه المدينة التي تقع بالجنوب. وكنجينا حاولنا تعملنا أننا نجيو لهذه المنطقة، لأن هذه المنطقة فيها حركة، فيها مجموعة من الأشياء. فبعد قليل غادي نزوروا بكم واحد المكان آخر باش نشوفوا واش كاين حركة أكثر.
هكذا تبدو الأجواء هنا في هذه المنطقة هذه، لي نورمالمون في هذه الأيام كتكون هذه المنطقة كتكون عامرة بالمواطنين والمواطنات، ومنهم من يحتفل بهذه الأجواء ومنهم من لا يحتفل. فهذه السنة كنشوف كل شيء الملامح ديالهم جد عادية، وحتى واحد ما محتفل. إذا السبت والحد والاثنين كذلك يعني عطلة، فهكذا تبدو الأجواء هنا بهذه المدينة التي تقع بجنوب إسبانيا. لا وجود لأي احتفال، وشوارع تقريبا خاوية، يعني الناس كتحتفل بطريقة سرية في بعض المناطق، أما بحال العام اللي فات الناس اللي كانوا تيحتفلوا بطريقة علنية، فهذا الشيء ما بقاش متتبعي قناة شوف تي في، أو تغيرت الأمور بواحد الشكل اللي هو كبير 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 بزاف. فحاليا هكذا تبدو الأجواء هنا بأهم شوارع هذه المدينة. أعياد الموتى أو الهالوين لا رائحة له هنا في هذه المنطقة هذه. والناس كذلك عياو، الناس كذلك عياو، كاين الناس ما مسوقينش، كاين الناس اللي طلع لهم هاد كورونا في الراس الى غير ذلك، ولاو تيفضلوا انهم يجلسوا في المنزل ديالهم فقط، او يعني يحتفلوا غير بجوج ديال الناس ولا ثلاثه ديال الناس الى غير ذلك. فهكذا اصبحت الامور هنا بهذه المدينه التي تقع في الجنوب. احد المجمعات المعروفة هنا ديال ميرامار، غادي نحاولوا ندخلوا ونشوفوا الامور. كما كتشوفوا قليل مره فاش كتشوف، يعني قليل مره فاش كتشوف يعني الناس لابسين بحال هاد الناس، كل واحد شنو لابس، شي لابس العقرب، شي لابس الاخر، كل واحد شنو لابس. كما شفتوا لابسين داك الطابليات نتاع الدكاترة وفيها العنكبوت زعما الموت الى غير ذلك، فكل واحد شنو تيلبس، كل واحد شنو تيلبس، حتى الهندام ديالهم تيكون تضحك. فقليل فاش كتلقى شي واحد يعني لابس بديك الطريقه. وغادي ندخلوا لداخل وغادي نشوفوا اكثر الوضعيه كي دايره تما لداخل، واش يعني الامور عاديه او غير عاديه، واش كاين اقبال على الشراء ولا ما كاينش الى غير ذلك. نشوفوا الناس كذلك واش يعني رسمي في الوجوه ديالهم، لان اغلبيه اللي تيجيو يحتفلوا بهذه المنطقه هذه تيكونوا رسمين في الوجوه ديالهم هاد الملامح ديال الهلوين، وهذا الشيء اللي تيخوف، وهذا الشيء اللي تيخوف. حتى هي خاي سفيان هذه مده يمكن، وان شاء الله تزوروا في عما قريب ان شاء الله. اذا كما كتشوفوا هكذا تبدو الاجواء في هذه المنطقه، وغادي نحاولوا ندخلوا لهذا المجمع هذا باش نشوفوا اكثر الناس واش محتفلين واش ما محتفلينش الى غير ذلك، لان الداخل كاين مقاهي كاين مطاعم الى غير ذلك. فكل الطريق تؤدي، كل الطرق تؤدي الى هذا المجمع التجاري الكبير متنفس بطبيعه الحال عند هاد الناس ديال المنطقه، عندهم هذا المركز هذا عندهم متنفس وتيجيو له من مختلف المناطق. حنا كنتجولوا معكم في هاد الشوارع هادو، بزاف ديال الناس اللي قالك دخل، فبلاتي ان شاء الله غادي نخصوا واحد اللايف خاص من الداخل. حاليا الشوارع خاويه بزاف، ما بقاش داكشي بحال اللي كان النهار الاول. النهار الاول كان بزاف ديال الناس تيخرجوا وتيحتفلوا في الشوارع، و
كنتو شفتو العام اللي فات ربما بعض الفيديوهات، بعض الفيديوهات اللي شفتو العام اللي فات كانوا مجموعه ديال الناس اللي احتفلوا بهذا العيد هذا في الشوارع الى غير ذلك. لكن هذا العام هكذا تبدو الاجواء، حتى المكان المخصص للسكي والدراجات الى غير ذلك تم الاغلاق ديالو، يعني جائحه كورونا خلات العالم تعاني، خلات العالم تعاني في هذه الظروف هذه الصعبه، يعني يصعب الاحتفال في هذه الظروف هذه. واسبانيا يوم امس سجلت تقريبا 25 الف حاله، والوفيات وصلت الى 35 الف وفاه. فبالرغم من ذلك الناس عايشين واخذين راحتهم بواحد الشكل اللي هو طبيعي جدا. وهكذا تبدو الاجواء. حتى بعض المقاهي الكلاسيكيه اللي معروفه انها كتعمر في الايام العاديه اليوم خاويه، لان اليوم الناس كتعارض بعضياتها. ونقدر نقول لكم انه في ظل هذا الاحتفال باعياد الموتى ولا شي حاجه فكتزاد النسبه نتاع الاصابات، لان الناس تيتلاصقوا كما كنقول لكم تيتجمعوا في المقاهي في المطاعم، وهذا الشيء اللي تيخلي انه الفيروس ينتقل اكثر للناس. فمزيد من الحيطه والحذر متتبعي قناه شوف تي في والناس اللي كتابعنا دائما بشكل دائم، فهكذا تبدو. فالناس ما راسميش في الوجه ديالهم، ما لابسينش لباس يخوف الى غير ذلك من الامور. نشوفوا الداخل واش هادشي كاين ولا لا، ونشوفوا بعض المناطق واش هادشي كاين ولا لا. فاعياد الموتى او اعياد الموتى كما يسمونها حسب المعتقدات ديالهم، بزاف الناس اللي ما خرجوش اليوم بسبب فيروس كورونا. الفيروس سيطر على العالم وخلى العالم تتحكم فيها كما بغى. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والشفاء للجميع. الموتى الناس اللي كتوفى في المغرب الله يرحمهم، الناس اللي كتصاب الى غير ذلك، فالله يشافي الجميع يا رب ان شاء الله. اذا متتبعي قناة شو تي في، نشكركم بزاف على التتبع ديالكم. نبقى لي غير نقول لكم الى اللقاء، ونتلاقاو بكم بعد قليل في واحد المكان اخر. دمتم في رعايه الله. والى اللقاء.